السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم معكم عن Chapter 2 Organizational Behavior. اتكلمنا الأسبوع اللي فات في Chapter 1 عن المقدمة لل Organizational Behavior. اتكلمنا على يعني ايه OB Organizational Behavior. قلنا اختصارها هو OB، فعشان نسأل على نفسنا ما نقعدش كل شوية نقول Organizational Behavior، هي كلمة طويلة فهنسميها OB من دلوقتي. اتكلمنا المرة فاتت عن Definition بتاع OB، وقلنا إن هو العلم الوحيد الذي يهتم بدراسة سلوك الإنسان studying the human behavior. هو ده العلم الوحيد في كل العلوم اللي هي ليها علاقة بالإدارة بالمانجمنت أو business administration. هو ده العلم الوحيد بيهتم بدراسة الإنسان. عشان كده احنا خدنا بالنا إن معظم الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها واللي احنا هنتكلم فيها كمان ليها علاقة بالسايكولوجي، وقلنا إن العلم ده تكون من كذا علم أساسهم كان السايكولوجي اللي هو علم النفس. فبدأ من العلم ده بيهتم بسلوك الإنسان وتأثير سلوك الفرد على الفرد، تأثير سلوك الفرد على الجماعة، سلوك الفرد على الشركة كلها، على الأورجانيزيشن كلها. فإذا نحن بنتكلم على علم النفس، وده الـ beauty of this discipline، يعني جمال هذا الموضوع. نتكلمنا عن what's OB، قلنا هو العلم الذي studying the human behavior بيهتم بدراسة سلوك الإنسان. اتكلمنا كمان عن الـ OB main concerns، وقلنا إن من الـ main concerns الـ OB ليه الـ performance بتاعك بيختلف من مكان لمكان، بالرغم إن أنت نفس الشخص أنت ما تغيرتش، لكن your behavior بيختلف، your outcome، your performance، أدائك. فمثلا واحد مثلا كان أداؤه بيلعب كورة في فريق الأهلي وأداؤه كان 7/10، انتقل مثلا للزمالك أداؤه بقى 8/10 أو 6/10، دي نوادي عندنا في مصر، أو الأهلي في السعودية، أو يعني أي نادي عربي. فليه الأداء بتاعنا بيختلف من مكان لمكان؟ ونفس الحكاية للموظفين، ليه أدائي أنا في الشركة ما بيختلف من شركة لشركة تانية؟ حتى مثلا الحاجة المشهورة جدا إن إحنا نقول مثلا إحنا في مصر، لما أنا سافرت بره دول أجنبية، يعني أكتر من دول عربية كمان، إن الأداء بتاعي بيبقى أفضل. ودايما بنعزو الموضوع ده للكالتشر، للثقافة العامة الموجودة جوه المكان ده اللي بتساعد الناس انهم ينجحوا وهكذا. فاتكلمنا عن المين كونسيرن، ده مين كونسيرن اوف او بي، ازاي انا اطلع ذا بيست اوت اوف يو، ازاي انا اطلع منك احسن حاجة، احسن اداء. انت نفس الشخص ما تغيرتش، لكن البيئة اللي حواليك بتتغير، المجاميع اللي حواليك والافراد اللي حواليك بيتغيروا، فبيأثروا في الاداء بتاعك، فبنطلع منك كفرد او كمجموعه او كشركه احسن ما عندنا او احسن ما عندكم. اتكلمنا كمان عن الاو بي هيستوري. طبعا الموضوع ده هنتكلم فيها باستفاضه في المقابله الاونلاين اللي هي مقابله اللي هتعمل فيكم معاكم لايف، يعني هتبقى مقابله حيه. بس انا بديكم كده بس هنت عشان اللي لسه ما حضرش المحاضره اللي فاتت يبقى اوير باللي احنا بنقوله. وانا هبتدي اعمل كده دايما، بدايه المحاضره هتكلم على اللي اتكلمت فيه المره اللي فاتت، وفي الاخر المحاضره هلخص اللي انا اتكلمت فيه المره دي، عشان يبقى احنا بنسهل عليكم كمان الدراسه والمذاكره. اتكلمنا قلنا كمان why OB is important to managers، ليه OB important to managers، مهم للمديرين. طبعا المدير هو ما بيعملش كل حاجه بايده، هو اللي بيعمله إن هو بيجد things done through others، يعني بيخلي الناس الآخرين هم اللي يعملوا حاجة. فالموظفين هم رجلين وإيدين المدير. فإزاي أنت كمدير تعرف أنت تتعامل نفسياً الأول نفسياً مع الموظفين بتوعك، إزاي تجد the best out of them. فبتلاقي المدير ناجح بتلاقي الموظفين ناجحين، مدير فاشل بتلاقي الموظفين اللي معاه بيفشلوا، عشان هو فاشل هو بيزهق الموظفين. يعني مثلاً زي موضوع الموتيفيشن، مثلاً إن أنا أشجعك، يعني انا اشتغلت في اماكن المدير بتاعي عمره ما كان بيشجعني، كنت بحس دايما ان انا يعني مهما بعمل انا مش مبسوط في شغلي، حتى لو زودوا لي مرتبي انا مش حاسس ان انا بشتغل كويس. as long as من المدير بتاعي انا اشعر ان هو غير راضي عن ادائي، ما بيقوليش انت بتشتغل كويس، ما بيبعتليش مثلا ايميل يقول لي جود جوب مثلا لما اعمل حاجه كويسه. فده كان مؤثر فيا، فاضطريت في الاخر خالص انا انتقل لمكان تاني، بالرغم ان انا كنت في وظيفه كويسه ومرتبي كويس والدرجة بتاعتي كويسة، لكن مش مبسوط في الشغل. يعني بديكم مثال، أنا مش مبسوط، وده هتقابلوا الحاجات دي أو أنتوا نفسكم تقابلوا الكلام ده كتير أو. فهو المدير الناجح طبعا هو اللي بيعرف إزاي يتعامل مع نفسية الموظفين، وأجين
البرفورمانس يا جماعه، الهدف السامي اللي هقعد اقول لكم عليه اللي هي المحاضره العشره، الهدف السامي للاو بي هو البرفورمانس، جيت ذا بيست اوت اوف يور امبلوي. المدير ما بيشتغلش كل حاجه بايديه، المدير الفني لفريق كره القدم لا يلعب كره قدم، ولكنه هو بيبقى واقف على الخط وهو اللي بيوجه الناس وبيحفزهم وبيحط لهم الخطط المظبوطه وبيثق فيهم وهم بيثقوا فيه وهكذا. هو ده المدير. لو المدير بيعمل كل حاجه بايديه ورجليه ما كناش محتاجنا بقى الاو بي ولا الكلام ده خالص، هو خلاص هو هيعمل كل حاجه. لكن للاسف المدير وخصوصا في الشركات الكبيره او في الادارات الكبيره ما بيعملش حاجه بايديه، هو بيعمل حاجات عن طريق الاخرين، فلازم هو يبقى سند. حلوه كلمه سند دي، سند للاخرين حتى يستطيع ان يحصل منهم على افضل اداء. اتكلمنا كمان على الاو بي اوبجكتيفز، قلنا ان في ديفرنت اوبجكتيفز، اهداف مختلفه للاو بي، من ضمنهم القياس مدى المورال بتاع الموظفين والموتيفيشن. المورال يعني الروح المعنويه، الموتيفيشن الدفاعيه واشياء من هذا القبيل. اتكلمنا كمان بعد كده عن المدير بيعمل ايه، وقلنا ان المدير المدير لو عنده 8 ساعات هو بيعمل حاجات مختلفه، من ضمنها الشغل ان هو بيعمل حاجه بايديه، لكن في حاجات تانية بيعملها زي ليدنج مثلا، ان هو يموتيفيت الناس، ان هو يراجع الشغل بتاع الناس، ان هو يحضر مؤتمرات، ان هو قلنا حاجات كتير قوي بيعملها المدير اكوردنج لواحد اسمه هنري فايل، قال لنا المدير بيعمل 4 حاجات. في واحد اسمه مانسبرج قال لنا المدير بيعمل 3 حاجات تحتيهم 10 نشاطات. كاتس قال لنا المدير بيعمل 4 حاجات، ولوثنز برضو قال لنا المدير بيعمل 4 حاجات مختلفه. الحاجات دي كلها هنراجعها مع بعض ان شاء الله في اللايف سيشن. بعد كده اتكلمنا على اساس العلم اللي هو الاو بي، قلنا ان الاو بي تكون من 4 علوم اساسيه. فإذا نحن لما نتكلم على الأو بي فلازم نحن نتكلم على الروتس بتاعته أو جذوره. فهو تكون من 4 علوم أساسية. العلم الأولاني هو علم السايكولوجي، علم النفس، وهتلاقيه غالب جدا على الموضوع بتاعتنا، هتلاقي معظم علم النفس. عشان دايما كنت بقول اللي بيدرس organizational behavior أو اللي بيدرس أو بي لازم يكون عنده خلفيتين، خلفية بتاعت علم النفس يعني يكون درس علم نفس في حياته في دراساته، ويكون كمان مارس الإدارة، فلازم يكون عنده الاثنين دول عشان يعرف يدرس، عشان المادة مش سهلة. أنا طبعا بحاول أبسطها ببساطة شديدة، لكن هي القراية بتاعتها لما تيجي تقرا كتاب أو بي هتلاقيه صعب شوية. اتكلمنا عن العلوم الأربعة، وقلنا أول علم هو علم النفس، والعلم الثاني هو علم السوسيولوجي اللي هو علم الاجتماع اللي هو علاقة المجتمعات مع بعضها أو الجروبس مع بعضها، والعلم الثالث هو السوشيال سايكولوجي، هو قريب من علم الاجتماع، هو علم النفس الاجتماعي، هتلاقي نفس الموضوعات قريبة من بعض. وأخيرا علم الأجناس أو اللي بنسميه الأنثروبولوجي، هو علم الأجناس اللي بيهتم بدراسة خصائص القبائل المختلفة والكالتشرز الموجودة في القبائل، الثقافات المختلفة وهكذا. وبعد كده اتكلمنا كمان عن موضوعات تانية، اتكلمنا عن التشالنجز والاوبورتيونيتيز اللي بتواجه الاو بي، وقلنا وان اوف ذا تشالنجز ازاي انت كمدير تدير ثقافات ناس موظفين تحتيك بثقافات مختلفه، سواء من نفس الدوله او من دول مختلفه، عندهم كالتشرز مختلفه، ثقافات مختلفه، عندهم ethics اخلاقيات مختلفه، عندهم باك جراوندز مختلفه، عندهم لغات مختلفة، عندهم كل حاجة مختلفة. فأنت ده الـ OB، هو ده الـ challenge اللي قدام الـ OB، زي أنت كمدير خصوصا في المالتي ناشونال كامبانيز أو في بلد السعودية مثلا، لما تلاقي مثلا المدير عنده جنسيات مختلفة بيديرهم، فإزاي يقدر يتعامل مع الناس دي كلها، ده الـ challenge بتاعت الـ OB. وبعدين كده اتكلمنا على حاجة اسمها الـ variables، المتغيرات. قلنا إن في interesting variables في الـ OB، المتغيرات، قلنا إن في حاجة اسمها متغير مستقل ومتغير تابع. متغير مستقل ده اللي هو بيؤثر في متغير تابع، يعني لو ادينا مثال علاقة السجاير بالصحة، فالسجاير هي المتغير المستقل بنسميه الاندبندنت فاريبل، والصحة هي الديبندنت أو المتغير التابع. تاني لو اتكلمنا مثلا عن علاقة السجاير، شرب السجاير بالصحة، فهنعتبر ان شرب السجاير هو الاندبندنت فاريبل المتغير المستقل، والديبندنت فاريبل المتغير التابع هو
الصحة. عندنا في الأو بي متغيرات تابعة زي إيه؟ حاجات بتأثر فيها يعني المتغير التابعة دي حاجات، ثلاث حاجات بتأثر فيها، هي الفرد بيأثر فيها والمجموعة والشركة كلها ببعض، اللي بنسميها الorganization system، النظام الموجود في الشركة. فالثلاث حاجات دي بتأثر في مجموعة متغيرات. أول متغير بنسميه productivity، performance زي ما قلت لكم، الإنتاجية. فالفرد يؤثر على الفرد في إنتاجيته، المجموعة تؤثر على الفرد في إنتاجيتها، السيستم بتاع الشركة كل يؤثر على الفرد في إنتاجيته. فده أهم حاجة. وأنا قلت لكم جماعة دائما من المرة اللي فاتت والمرة دي وحاضة أقول كده زي ما دائما بكرر، أن البرفورمانس أو البرودكتيفيتي، الأداء أو الإنتاجية، هي الهدف الأسمى للأو بي. الأو بي تعمل عشان نطلع من حضرتك إنتاجية كبيرة. أنا مثلاً كأستاذ أو كدكتور للمادة، أنا بحاول أنا أسرع عليك عشان أخليك تذاكر المادة بتاعتي، بحاول أشرحها لك كويس، بحاول أحببك فيها، بتعامل معك نفسياً عشان تبقى الأو بي هي أكتر مادة أنت بتحبها، فتجيب فيها درجات عالية فننجح، ويتقال علي أنا كنت دكتور شاطر كويس. فالبرودكتيفيتي بتاعتك أنت كطالب ده مهم أو بالنسبة لي، البرودكتيفيتي بتاعت ده ديبندنت فاريبل، ده برودكتيفيتي productivity أو الإنتاجية بتاعت الموظف، دي dependent variable. عندنا إيه غير الإنتاجية؟ عندنا حاجة اسمها الأبسنتيزم. الأبسنتيزم جاء من absent، absent يعني غايب، الغياب. فالغياب ده في عوامل بتأثر في غياب الفرد. يعني معقول الغياب ده موضوع مهم؟ اه طبعا موضوع مهم. انت لما بتبقى مش مبسوط في ادائك في شغلك، انا اسف، انت لما بتبقاش مبسوط في شغلك بتحاول بقدر الامكان تتهرب منه، فبتغيب، تاخد اجازات كتير، تغيب من غير ما تدي اجازه، تاخد اجازه عرضه، تاخد اجازه مرضي وانت مش عيان، تاخد اجازات كتير قوي، او تزوغ من الشغل. تزوغ دي ما مش عارف تفهموها ولا لا، يعني تمشي من الشغل من غير ما تقول لحد في اوقات بدري، وتجري ورا كأنك حرامي كده، تاخد بعضك وتمشي من غير ما تقول للمدير بتاعك، او تقول من المدير بتاعك اسباب مختلفه ان انت عايز تمشي، ان انت عيان تعبان، ووالدتك تعبانه، حد توفى عنك في العيله. المهم ان انت بتشوف اي اسباب اللي من خلالها ما تبقاش في الشغل. دي كلها عوامل ديبندنت، حاجات بتاثر عليك. طبعا انا هديكم مثال في الابسنتيزم. تخيل انت داخل بنك، انت في العاده بتقعد نص ساعه عشان تخلص العمليه بتاعتك. البنك بيبقى فيه ناس على الشباك، خمس موظفين، دخلت يوم لقيت فيه ثلاثة بس، بدل ما قعدت نص ساعة عشان فيه اثنين غريبين قعدت ساعة. فده بيؤثر على البرفورمانس ولا يؤثر طبعا على البرفورمانس فرع البنك؟ فده الابسنتيزم. طبعا أنا كمدير بيهمني إن كل الموظفين يكونوا موجودين عشان أطلع البرفورمانس المظبوط. لو أنا عندي خمس موظفين جاي منهم ثلاثة، فأنا بالتالي مش هطلع البرفورمانس الكامل، هطلع جزء من البرفورمانس، جزء من الأداء، وده اللي أنا مش عايزه كمدير، أنا عايز كله يجي. فده الغياب بيأثر ازاي. عندنا حاجة تانية اسمها التيرن اوفر، يعني الناس اللي تقدم استقالته وتمشي. دايما لازم نبقى عارفين يا جماعة ان الشاطر هو اللي بيجد فرصة سهل، ان هو يجد فرصة بديلة عن الوظيفة بتاعته وينتقل من شركة لشركة افضل، ده الشخص الشاطر. لكن الشخص اللي هو متواضع الاداء، من الصعب ان هو يقنع الاخرين ان هو شاطر وان هو ممكن ينتقل لوظيفه اخرى. يعني في الانترفيو ما بيبقاش قوي انف، يعني ان هو قوي بدرجه ما، ان هو يقنع اللي بيعمل له الانترفيور، اللي هو بيعمل له الانترفيو، ان هو شخص كفء وان هو جدير ان هو يحصل او ينتقل الى شركه اخرى. فدايما الشاطر هو اللي بيمشي، ودي في منتهى الخطوره. اللي بيمشي ده هو اللي عنده الخبره، هو اللي عارف الموضوع بيتعمل ازاي، هو اللي فاهم الشركه، فبياخد الخبره بتاعته وينتقل لمكان اخر. وسلام بقى كمان لو كان منافس، فياخد كل الخبره اكتسبها منك في الشغل عندك ويروح ينقلها للمنافس. طبعا الكلام ده ما ينفعش. فاحنا الشركات الكبيره بتبقى حريصه على ان التيرن اوفر، الناس اللي بتقدم استقالتها يبقى في اقل يعني برسنتج، اقل نسبه. الاتش ار، الموارد البشريه، بيحطوا من ضمن الاوبجكتيفز بتاعتهم كل سنه الاهداف، ان هم مثلا يقولوا مثلا هنعمل 5% تيرن اوفر، يعني 5% من الموظفين. لو عندي مثلا 100 موظف، انا عندي 5% بس، خمس موظفين يقدموا استقالتهم. كل ما انا كاتش ار بحسن من البيئه بتاعت العمل
كل ما بينعكس ذلك إيجابيا على الموظفين، وبالتالي الموظفين فضلا طبعا ان هم ادائهم بيبقى مظبوط زي ما قلنا وبيحضروا. انا اسف بس صوت التليفون هيسكت دلوقتي، بعتذر. ادائهم مظبوط وبيحضروا في المواعيد وما بيغيبوش، في نفس الوقت كمان هيكون التيرن اوفر بتاعهم او ان هم يفكروا ان هم يسيبوا المكان بتاعهم ويروحوا يدوروا على مكان اخر تقل هذا الموضوع. مع كده ايه تاني عندنا؟ عندنا حاجه اسمها ديفيانت ورك بليس بيهيفير، هو السلوك غير او السلوك السيء. فتلاقي مثلا ان الموظفين اللي هو مثلا واقف في خط انتاج يحاول يهدر الماتيريال، بدل ما بيستخدم الماتيريال بحرص شديد، الماتيريال الماده اللي بيشتغل بيها لو هو مثلا عامل في مصنع بلاستيك، فبدل مثلا ما بيستخدم مثلا طن بلاستيك عشان ينتج 1000 قطعه فيستخدم طن وربع ويهدر في الماتيريال. هو بينه وبين نفسه مش راضي عن العمل، مش فاهم، زعلان من الشغل، فبينفس عن نفسه. طبعا هو مش امين، انا لا ادعو احد ان يفعل ذلك، ده طبعا عدم امانه، لكن هو داخليا ده يعني من نفسه بيلعب اهو، داخليا مش مبسوط من الشغل وحاسس ان هو بياخد مرتب اقل من هو يستحقه، فيقول ايه على قد فلوسهم، ويحاول ان هو ينتقم، ينتقم ان هو يطلع انتاج بايظ، يهدر في الماده بتاعته، يغيب تاني، لو لقى مكان يقدم استقالته ويمشي ويروح بخبرته مكان تاني حتى لو مرتب اقل، بس مش عايز يقعد في المكان ده. شوفوا بقى تاثير الفرد وسلوك الفرد وسلوك المجموعه وسلوك بتاع المنظمه كلها علينا بيبقى عامل ازاي. انا بحب الشركه دي عشان حاجات خلتني احبها، انا بكره الشركه دي عشان حاجات خلتني اكرهها، انا ادائي كويس عشان في حاجات خلتني بادائي كويس. طبعا في ناس ادائهم بيبقى كويس في اي مكان، ده ما بيبقى ناس قليله بقى، هو بيقول هو عنده اوبجكتيف بتاعه الشخصي، هو ملوش دعوه الشركه كويسه الشركه وحشه، بياخد مرتب كويس بياخد مرتب وحش، مديره فير مديره انفير، اي حاجه هو ملوش دعوه، هو اداؤه كويس. وده طبعا في الاخر خالص اخر ما بيزهق بياخد بعضه ويمشي، يقدم استقالته ويمشي. ف ف ف ف فده من ضمن الحاجات اللي هي بنقابلها. ايه تاني عندنا؟ برضو عندنا الحاجه اسمها الاورجانيزيشنال سيتيزنشيب بيهيفير. يعني ايه الاورجانيزيشنال سيتيزنشيب بيهيفير؟ يعني ان لسه بنتكلم على الـ dependent variables، على الحاجات اللي هي مهمة جدا بالنسبة لنا، ونتكلم على الـ organizational citizenship behavior. ده مهم جدا يا جماعة الموضوع ده. يعني ايه organizational citizenship behavior؟ يعني إحساس الموظف إن هو ليه جنسية تانية غير الجنسية بتاعته، هي جنسية الشركة، يعني هو بقى مواطن جوه الشركة دي، بكتر ما هو بيحب الشركة دي وحاسس ان الشركة دي بالنسبة له مهمة جدا، فبقى عنده الإحساس ان هو جزء لا يتجزأ من الشركة دي، وجنسيته التانية هي جنسية الشركة دي. فشوفوا بقى، تخيلوا لما واحد يعني يوصل له الشعور ده ان هو يحس، يشوف له إحساس المواطنة، انت عايز تعمل ايه لبلدك؟ يعني لما النشيد الجمهوري بتاع البلد بيعزف عينيك بتدمع وتبقى عايز تعمل اي حاجه للدوله بتاعتك. فما بالكوا بقى لما يكون نفس الاحساس ده بالنسبه للشركه، تبقى انت عايز تعمل احسن حاجه للشركه بتاعتك. نفس الموضوع، الشركات اللي هي الكبيره بتتبارى بينها وبعضها ان توصل لك الاحساس ده ان انت تبقى مواطن عن الشركه دي. واخرها خالص وحاجه مهمه جدا، job satisfaction، الرضا الوظيفي، حاجات بتؤثر في الرضا الوظيفي. طبعا الموظف لما بيبقى راضي بيبقى بيطلع بيرفورمانس كويس وبيخلي العملاء مبسوطين وكل حاجه. فهي دي الحاجات الاساسيه اللي احنا اللي هي مهمه جدا اللي احنا نتكلم فيها. تعالوا كده ندخل بقى على التشابتر الجديد، تشابتر 2. وده موضوع بسيط قوي، يعني هو تشابتر سهل قوي مش هياخد وقت طويل مننا، وسلس جدا، هتنبسطوا منه جدا،
وهو بنسميه المسمى بتاعه هو الـ attitudes والـ job satisfaction. الـ attitudes يعني الاتجاهات، والـ job satisfaction اللي هو الرضا الوظيفي. هنتكلم بقى باستفاضة عن الرضا الوظيفي على أساس أنه أهم variable، أهم متغير من المتغيرات اللي احنا قلنا عليها من شوية، هو أن الموظف يشعر أنه هو راضي عن أداء، راضي عن الشركة، راضي عن أداءه الشخصي، راضي عن الشركة. فدائما بيقول happy employee equals happy customer، الموظف السعيد يساوي عميل سعيد. actually الحقيقة هو يساوي شركة سعيد. ليه؟ عشان انت يبقى عندك معظم موظفينك، لو عندك 100 موظف 90% من 90% 90% من الموظفين دول راضين عن أدائهم وراضين عن الشركة وبيحبوا الشركة وبيشعروا ان هم مواطنين داخل الشركة. كل ده بينعكس على الحاجة المهمة جدا بالنسبة لنا اللي انا دايما بفكركم بيها يا جماعة، هي ايه؟ هي البرفورمانس، الأداء. فالبرفورمانس على الشركة دي تبقى برفورمانس عالي. الدول المتقدمة يعني في مقاييس للسعادة بتتعمل على الدول، شوف أكثر دولة سعيدة، هم قصدهم من الموضوع ده أكثر شعب سعيد، مش أكثر دولة سعيدة، هو أكثر شعب. وتلاقي الدول اللي هي في اللي هي بي 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 يعني بيتقال عليها ان هي الأكثر سعادة، تلاقيها متقدمة جدا والناتج القومي بتاعها عالي جدا، نسميه الجي دي بي اللي هو الناتج القومي بتاعها عالي جدا، وأدائها بصفة عامة كدولة عالي جدا. مهم ما علينا، هنتكلم في الـ Attitudes Job Satisfaction في الفصل ده. أول جزء هنتكلم فيه هنعرف يعني إيه اتجاهات وإيه الـ Components، عشان الاتجاهات دي ليها حاجة يعني مركبة شوية مش سهلة، هنبسطها مع بعض. هنتكلم عن العلاقة ما بين الاتجاهات والسلوك، ده موضوع طبعا موضوع مهم جدا. هنتكلم على الأهم الـ Job Attitudes، الاتجاهات الوظيفية، أهم حاجة في الاتجاهات الوظيفية. هنتكلم مع job satisfaction، الرضا الوظيفي أو how it can be measured وإزاي نحن نقيسه. هنتكلم على the main causes of job satisfaction، إيه الحاجات اللي بتؤثر أو بتؤدي إن الموظفين عندهم رضا وظيفي، job satisfaction يعني رضا وظيفي. هنتكلم كمان عن employees responses to dissatisfaction، يعني رد فعل الموظفين بيعملوا ايه لما بيبقوا مش مبسوطين. هنشوفها مع بعض. هو اربع انواع من السلوكيات بيعملها الموظف لما ما يكونش مبسوط او سعيد او راضي عن الشركه بتاعته. وهنتكلم في الاخر خالص whether job satisfaction is a relevant concept in all cultures، لو هذا job satisfaction دي حاجه موجوده في كل cultures ولا لا، حاجة relevant يعني ذات أهمية ذات قيمة في كل الكالتشرز. نتكلم عن attitudes في الأول. يعني إيه attitudes؟ يعني اتجاهات. الناس دايما بتستخدم الكلمة دي، يقول لك ده عنده attitude problem، عنده مشكلة في اتجاهاته. ده كلمة اتجاهات من دايما بنستخدمها، he has an attitude، his attitude is not good، his attitude is not positive، ال attitude بتاعه مش إيجابي، he has a negative attitude، عنده اتجاه سلبي. احنا بنستخدم الكلمة دي عادة، لكن ما نعرفش ان هي بتتكون من ثلاث حاجات، وهنتكلم فيها باستفاضة يمكن 10 دقايق ولا حاجة. طيب، اول حاجة، اول مكون من مكونات الثلاثة بتاعت الاتيتيود هو حاجة اسمها الكوجنيتيف بارت، الجانب المعرفي او الكوجنيتيف سايد. يعني ايه الجانب المعرفي؟ يعني انت عشان تكون اتجاهك ناحية شيء ما أو شخص ما، لازم يبقى عندك الأول معلومات جمعتها عن هذا الشيء أو عن هذا الشخص، سواء معلومات إيجابية أو معلومات سلبية. فلازم في المكون الأساسي الأول هو المعلومات، ثم بعد كده هوت في مكون effective، لو مكون شعوري emotional feeling segment of an attitude، هو emotional feeling بقى شعورك اتجاه الحاجة. يعني هنشوفها مع بعض كأمثلة كمان شوية، هنرجح مع بعض وهتفهموها كويس. فبالتالي بأول مكون من مكونات الاتيتيود الاتجاه هو الجانب المعرفي، هي مجموعة المعلومات التي جمعتها عن شيء ما أو شخص ما. ثم ننتقل للمكون الثاني وهو حاجات اللي هي الفيلينجز الايموشنز، اللي هو
يعني شعورك تجاه الشيء، هل شعور إيجابي أو شعور سلبي؟ ثم الجانب الثالث اللي أنت بتشوفه بقى. الجانبين الأولين أنت ما بتشوفهمش عشان هم واحد بيبقى في عقلك وواحد في قلبك. لو قلنا إن يعني مكان الإيموشنز هو القلب، يعني طبعا مكان الإنفورميشن هو العقل. لو قلنا إن مكان الفيلينجز أو الإيموشنز هو القلب، فالاثنين دول أنت ما بتشوفهمش الحقيقة. أنت بتشوف حاجة واحدة اللي هو البيهيفير، اللي هو المكون الثالث. فالمكون عندنا الكوجنيتيف سايد او الكوجنيتيف بارت، الجانب المعرفي، وهي المعلومات اللي انت تكونها عن شيء ما او شخص ما. ثم بعد كده مدى قابليتك، مدى رضاك، مدى اعجابك بهذا الشيء ايجابيا او سلبيا، اللي هو الجانب الافكتيف او الشعوري، اللي هو مكانه القلب. لو يعني نسبيا طبعا، عشان في ناس بتقول ان الشعور مكانه للعقل، بس هنقول زي ما الناس بتقول ان القلب هو المكان بتاع الشعور. ثم بعد كده الحاجه الثالثه اللي احنا بنشوفها، ودي الحاجه الوحيده اللي احنا بنشوفها، هي البيهيفير. فاذا الكوجنيتيف بارت والافكتيف بارت دي اشياء غير مرئيه بتدور في ذهنك وفي قلبك من غير ما حد يشوفها. احنا بنشوف اتجاهك ناحيه شيء من خلال سلوكك. زي ايه مثلا؟ اتجاهك ناحيه الشكه بتاعتك، فسلوكك يبقى ان انت بتيجي في الميعاد، بتروح متاخر، ممكن تقعد، بتحب الشركه، بتعمل كل حاجه عشان الشركه، ادائك كويس، بتحب مديرك، بتحب الموظفين اللي معاك، ما بتسيبش الشركه وتمشي، ما بتغيبش. كل دي بيهيفير، كل دي سلوكيات. ليه؟ عشان انت مكون المعرفه بتاعك، اللي انت المعلومات اللي انت جمعتها عن الشركه، ان الشركه دي كويسه وبتحافظ على موظفينها وفير مع الموظفين وما بتضحكش على الموظفين، مش في حد بياخد مرتب اعلى من المرتب الثاني بالرغم ان هم في نفس الدرجه الوظيفيه، فالشركه فير وانت بتحبها، والشركه بتحاول بقدر الامكان تساعدك وتعمل لك اللي انت اكتر حاجه ممكن تعملها لك. فالمعلومات اللي انت خدتها عن الشركه معلومات ايجابيه كويس. ثم ننتقل بعد كده لحاجه ثانيه غير مرئيه، هو شعورك. شعور ايجابي، انا بحب الشركه او انا بكره الشركه. فشعوري ايجابي، انا بحب الشركه. ثم سلوكياتك بقى اللي انا بشوفها، زي ما قلت لكم عليها، ان انا بحب الشركه وانا راضي عنها. ايه بقى اللي انا بشوفه؟ ان انا ما بغيبش، ان انا باجي في الميعاد، ان انا بحترم المدير بتاعي، بحترم كل حاجه بالشركه، بخاف على الشركه، بخاف على الديسك اللي انا قاعد عليه، بقى على الكمبيوتر اللي انا مستلمه، ما ببوظوش، بخليه يقعد بدل ما بيقعد 5 سنين يقعد 7 سنين. لو انا مستلم عربيه من الشركه بحافظ عليها، خصوصا مثلا الناس اللي بتبقى راكبه عربيات نقل، اللي هي الشركه ما بتملك لهمش، يعني مندوب المبيعات ممكن الشركه تجيب لهم عربيه وتملكها لهم، لكن الناس اللي بتبقى سواقين شغالين على عربيات نقل، على قد ما هو بيحب الشركه فهيحافظ على العربيه، ما يمشيش بسرعه في المطبات، في المساعدين تبوظ، والعفشه تبوظ بتاعت العربيه، ما يعملش حوادث، ما يبقاش سيء استهتار. كل ده يدور ان هو بيحب الشركه وخايف على الاسيتس بتاعت الشركة، خايف على الاسس اسس، يعني الـ الاشياء دي التي تملكها الشركة. فهو ده الحاجة. فالتاني اديكم مثال تاني، مثلا اكشولي هديكم مثالين، مثال اجتماعي ومثال عسكري شوية. مثال الاجتماعي في الحتة دي احنا بنطول فيها عشان مهمة. انا مثلا متزوج، ففي خلافات بيني وبين زوجتي، فيجي والدي يقول لي ايه، عامل زوجتك كويس. هو هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على السلوك، لكن هو مش واخد باله ان انا المعلومات اللي جوايا عن زوجتي معلومات ان انا هي مش بتحبني، مش عايزه الزواج يتم، ما بتحبش الاولاد، ما بتحبش اهلي، وشعوري هو شعور سلبي تجاهها، فبالتالي سلوكي سلبي. هو مش واخد باله من الموضوع ده، هو بيكلمني بيقول لي ايه، يقول لي عاملها كويس، وبيتكلم الجانب السلوكي بس. لكن لو هو بقى فاهم وراجل بقى عنده خبرة، يقول لي ايه، مش هي دي اللي كانت بتحبك، مش دي اللي وقفت معاك لما كنت انت تعبان وعيان، مش دي اللي وقفت جنبك لما سبت الشركة اللي انت كنت بتشتغل فيها، مش دي لما انا تعبت كان بتيجي تعمل لنا الاكل في البيت ووقفت جنب والدتك، وهكذا. فبالتالي بيلعب في دماغه، احنا بنسميه بيلعب في دماغه، فبيحاول هو يطلع المعلومات السلبية اللي موجودة في دماغه ويحط محلها معلومات إيجابية. فبالتالي ده يؤثر على إيه؟ يؤثر على الشعور. بدل ما كان عنده شعور سلبي تجاه زوجته، يبتدي روايدا يبتدي يبقى عنده شعور إيجابي ناحية زوجته، وبالتالي سلوكه يختلف لما يشوفها بقى، يبتدي يقول لها إيه؟ تعالي نبتدي صفحة جديدة، إحنا ملناش غير بعض، ويبتدي يبتسم في وشها وهكذا.
ده مثال اجتماعي. طبعا احنا هناخد في السلايد اللي جاي مثال ليه علاقه بالبزنس، يعني عشان اديكم امثله عشان النقطه دي عايزكم تفهموها كويس. مثال تاني، مثلا احنا في مصر مثلا بنواجه الارهاب في شمال سيناء، بعيد طبعا عن العاصمه يعني وعن الدو عن معظم المحافظات، في حته معينه بس في سيناء، بقالنا بتاع يمكن من 2011 يمكن ولا حاجه زي كده، بقالنا بتاع 10 سنين ولا 11 سنه. الدوله شغاله، الجيش شغال والشرطه شغاله وبيحاربوا وبيقتلوا في الناس وبتاع، بس الناس ما بتخلص. ليه ما بتخلص؟ عشان في حد من الجماعات الارهابيه دي بيقدر ان هو يستقطب عناصر جديده تنضم. بيستقطبها ازاي؟ عن طريق الكوجنيتيف بارت، ان هو يديهم معلومات مضلله عن دوله مصر وعن الدول العربيه وهكذا، وعن الدين، ان هم يفهموا ان هم كده بيحاربوا باسم الدين، فمعلومات معينه. ثم بعد كده شعورهم يبقى شعور سلبي تجاه الدوله، وبالتالي سلوكهم يبقى سلبي، بيجوا يقتلوا ويدخلوا، يعني واحد بحزام ناسف يدخل يفجر نفسه في مثلا في كمين مثلا في سيناء. ايه اللي حصل له عشان يعمل كده؟ او تلاقي مثلا داعش مثلا، تلاقي هم ازاي بيستقطبوا الارهابيين الجدد ان هم، وهكذا. انا مش عايز ادخل في المثل ده قوي عشان مثل يعني سياسي شويه، واحنا مالناش دعوه بالسياسه خالص، لكن انا بس اللي انا بعرفه لكم ان هو ما يكفيش ان انت تحارب السلوك السلبي ده بتاعهم بالسلاح، انت محتاج كمان ان انت تشتغل بارلل متوازيا، ان انت عشان تقلل وتجفف منابع الارهاب دي، فتعمل ايه؟ تبتدي ان انت تحاول ان انت توعي الناس دي او توعي الشعب بتاعك، وان انت تفهمهم صحيح الدين عامل ازاي وهكذا. طب تعال نبص على المثل اللي هو في سلايد 5 عن الكومبوننتس اوف اتيتيود. انا مثلا المثل ده بسيط قوي، بيقول ايه؟ موظف الموظفين شايف ان هيز سوبرفايزر يعني مدير المباشر از انفير، غير امين او غير عادل. ليه؟ هو عمل ايه؟ هو رقى حد عليه وهو شايف ان هو كان يستحق هذه الترقيه. فبيقول ايه بالانجليزي؟ بينه وبين نفسه الحته المعلومات اللي هو جمعها بقى في الكوجنيتيف بارت، احنا خلاص اتعلمنا. ففي الكوجنيتيف بارت جانب المعرفي اللي في مخه بيقول ايه؟ ماي سوبرفايزر، ده بيقول الكلام ده لنفسه. ماي سوبرفايزر جيف ا بروموشن تو ا كو وركر هو ديزيرفد ات ليس ذان مي. المدير بتاعي اعطى ترقيه لموظف زميل لا يستحق او يستحق اقل مني هذه الترقيه. الكونكلوجن بتاعه اللي هو في الجانب المعرفي، ماي مانجر او ماي سوبرفايزر از انفير، مديري المباشر ده غير عادل. ده الجانب المعرفي، دي المعلومات اللي هو واخدها سواء هو بنفسه اللي اكتشفها او حد قالها له فسخنه اكتر. المهم المعلومات اللي اتحشت اللي موجوده جوه دماغه دلوقتي، ان الراجل ده رأى واحد ما يستحقش، وانا كنت انا اللي استحق هذه الترقيه. دي الجزء الاولاني كويس. طيب ننتقل للجزء الثاني، جزء شعوري اللي هو في مكان القلب. لو قلنا ان هو مكان القلب، انا ايه بقول بيني وبين نفسي او شعوريا؟ I dislike my supervisor، انا غير معجب بهذا المدير او هذا السوبرفايزر. سلوك بحب اعمل ازاي؟ اكيد سلوك سلبي. طب انا السلوك السلبي بتاعي عندي كذا حاجه، يا اما اقدم استقالتي، هذا سلوك سلبي، يا اما الاسهل من غير ما اقدم استقالتي هستحمل عشان ما عنديش مكان تاني، لكن مش هشتغل، او هستحمل عشان ما عنديش مكاني، بس كل لما اشوف حد هحكي له وهحاول افضح المدير بتاعي ده واعمل مشاكل. I'm looking for other work، هو ده الجانب بتاعه، دور على شغل تاني، خلاص بقى انفصل عن الشركه. ودي مشكله كبيره جدا. انت بتلاقي موظفين شغلهم الشاغل ان هم يدوروا على وظيفه تانية، هم بيشتغلوا جوه مكان، يعني يجي الصبح يقعد يدور على الوظيفه الخاليه في لينكد ان مثلا ولا في اي سايت في وظائف، جزء من شغله اللي هو بيشتغل 8 ساعات مثلا، في ساعه بيقضيها ان هو بيدور على شغل. كل اسبوع فيه بياخد يوم اجازه عشان يروح يعمل انترفيو ويبقى غايب. ده بينفصل، يعني بيبقى في طلاق وظيفي لو قلنا حاجه زي كده، انفصال وظيفي. هو معاك فيزيكالي لكن منتالي هو مش معاك، هو معاك بجسده لكن عقله مش معاك، هو بيفكر انه عايز يمشي. كويس. او I have complained about my supervisor to anyone who would listen، انا اشتكيت
المدير بتاعي لأي حد ممكن يسمعني. فالراجل ماشي قاعد جوه الشركة، قاعد يوزع في نيجاتيف، سميها بالعربي ايه، بيئة يعني طاقة سلبية، هذه الكلمة. فقاعد وهو يوزع الطاقة السلبية، معلش يا جماعة بس في التليفون هقفله. ما علينا، التليفون مش عايز يقفل، حد هيرد دلوقتي. فقاعد بيوزع هو طاقة سلبية على الـ في الشركة وعلى الموظفين اللي بيقابلهم، وكل ما يشوف حد يشتكي تاني. الكوجنيتيف بارت هي معلومات هو دخلها في نفسه، سواء المعلومات دي هو كانت معلومات صحيحة أو غير صحيحة. المهم في الموضوع إن هو الموضوع مجموعة من المعلومات اللي هو كونها عن السوبرفايزر بتاعه. وهو بيقول my supervisor gave a promotion to a co-worker who deserved it less than me. يعني هو خلاص، هو سواء أو حد قال له اللي ترقى ده ما كانش يستحق هو يترقى وانت افضل منه، او هو بينه وبين نفسه قال الكلام ده. فالجانب المعرفي او المعلومات اللي هو جمعها عن الموضوع بتاعه اللي هو موضوع الترقيه، ان هو الراجل ده ما استحقش الترقيه وان انا اللي استحق الترقيه. الجانب الشعوري لو الجانب الثاني، I dislike my supervisor. أنا مش مبسوط من السوبرفايزر بتاعي، أنا مش مبسوط من الوظيفة بتاعتي، أنا مش مبسوط من الشركة بتاعتي. فبالتالي ال behavior، معلش يا جماعة دي واحدة بس أنا هرد على التليفون وأجي. أنا معتذر ان انا كنت بس برد على التليفون كامل تاني. فبالتالي نعمل شير تاني بس. ايوه تمام كده، المفروض دلوقتي انتوا شايفين الشير ده. خطورة الموضوع يا جماعة، الاتيتيود. في الاتيتيود بتاعك انت لازم تبقى عارف بقى، انت مثلا اتجاهاتك تجاه الشركة بتاعتك لازم تبقى فاهم بقى خلاص، ان الاتجاهات تبع الاتجاهات جوه الشركة اتجاهات ايجابية ولا سلبية، تبقى بيزد على المعلومات انت خدتها. انت مثلا في حد مثلا قال لك انت كنت مبسوط، اديكم مثال، انت كنت مبسوط قوي من الشركة وبتاعتك النهاردة، جه حد قال لك انت عندك كام سنة؟ قلت له عندي 30 سنة، بقالك قد ايه شغال في الشركة؟ بقالي 5 سنين. بتاخد مرتب كام؟ باخد 5000 جنيه. فيجي يقول لك انت بتاخد بقالك 5 سنين وتاخد 5000 جنيه بس؟ ده زميلك اللي اترقى، زميلك اللي اتعين من سنه بياخد 7000 جنيه مره واحده. اشتغل على كوجنيتيف بورت، معلومات سلبيه. بالتالي انت بدل ما كنت انت مبسوط من الشركه بتاعت ايه تتلاقي في دماغك، تبتدي تقول لنفسك ازاي ده ياخد اكتر مني؟ انا بقالي 5 سنين طلعان عيني في الشركه دي، وجالي فرص ان انا اروح اشتغل في مكان تاني وما رحتش، وسبت كل حاجه عشان الشركه دي. ده انا كنت، ده انا سايب بيتي، ده انا زوجتي بتتخانق معايا عشان بشتغل بقعد في الشغل اكتر ما بقعد في البيت معاها، ده انا اولادي مش مهتم بيهم. عشان وتقعد تدي نفسك حاجات في الكوجنيتيف بارت، فيبتدي الجانب الشعوري بتاعك I dislike my work، بالرغم ان انت امبارح كنت لايك يور ورك، النهارده انت يو ديسلايك يور ورك عشان المعلومات اللي حد دخلها في دماغك. وده الخطوره بقى، هو ده بنسميه الوعي، كلمه الوعي دي. عشان كده اجهزه الاعلام بتبقى شغاله على ايه؟ على تغيير الوعي، على تثبيت الوعي،
عن طريق معلومات، عن طريق المعلومات اللي هم بيبثوها ليك في البرامج التلفزيونيه المختلفه، كلها كوجنتيف بارت، يشتغل الافكتيف بارت اوتوماتيك والبيهيفير بتاعك بقى، احب الشركه، احب الدوله، وهكذا. تلاقي مثلا لو خدت مثال ده عن الدوله، فتيجي واحد يجي يقول لك انت مثلا مبسوط من الدوله بتاعتك، فيجي يقول لك يا عم الدوله دي تعمل لنا ايه؟ ده بص مثلا الناس في كندا التعليم عندهم ببلاش، التعليم المدرسي ما قبل المدرسه والتعليم الجامعي، والصحه عندهم ببلاش، ده المرتبات هناك مش عارف عامله ازاي، ده الدوله بتدلع الشعب بتاعها، ده المهاجرين هناك بيعتبروا ان هم يعني سيتيزنز، مواطنين من اول يوم بيروحوا فيه. فتبتدي انت بينك وبين نفسك تعمل مقارنه، وتحس ان انت الله ايه يا عم في ايه؟ خد بالك دي الدوله بتاعتك انت بتحبها، لا انا دلوقتي ما بقتش احبها، انا الافكتيف بارت عندي الفيلينج بتاعي لا انا ديسلايك ماي كونتري، دي الدوله دي انا ما بقتش احبها اني مور، والبيهيفير بتاعي لا انا مش هقعد في الدوله دي، انا عايز اروح عم كندا، عم اروح الدوله اللي هي تقف جنبي. طيب اعتقد انا شرحت الموضوع ده باستفاضه، واعتقد انتم بتبقوا فاهمين. ان شاء الله لما نتقابل برضو في اللايف سيشن لو في حد مش فاهم حاجه نتكلم فيها مع بعض. طيب سؤال بقى اللي بيحير الناس، هل دايما الاتيتيود اللي هو الجزء الاولاني اللي هو الاتيتيود ليها جزئين ممكن نقول كده، المعلومات والشعور ده جزء اللي هو غير مرئي زي ما قلنا، والسلوك هو جزء المرئي من الاتجاه، فالاتجاه بيتكون من ثلاث حاجات قلنا، اول حاجتين الكوجنيتيف والفيل والايموشنال او الفيلينج او الافكتيف بيسموها افكتيف، ده غير مرئي انت بتتم جواك من غير ما حد يشوفه، احنا بنشوف سلوكك بس. هل بقى الاتجاه بتاعك او العنصرين الاولين هل دايما بيتسقوا او ماشيين مع السلوك بتاعك؟ ده السؤال. والمثل المشهور قوي بتاع السجاير، تلاقي انت مثلا معلومات عن السجاير ان هي بتموت وتجيب امراض وتلاقي الناس بتقول لك حرام عليك بتدفع فلوس في الفاضي وبتحرق فلوس في الفاضي، حتى عندنا في مصر تلاقيهم حاطين على علبه السجاير واحد عنده مرض، يعني جايبين مثلا رئه واحد رئه مدمره او مثلا اي شكل مثلا يخليك يعني تأنف من شرب السجاير. كويس، فانت المعلومات اللي انت بتجمعها عن السجاير طول النهار بتسمع معلومات سلبيه بالرغم من كده هوت، فانت يو لايك او ديسلايك السجاير، انت يو ديسلايك السجاير، انت لا انت مش بتحب السجاير، لكن سلوكك سلوك غريب جدا، انت بتشرب سجاير، ده بنسميه عدم التساق ما بين الاتجاه والسلوك. الاتساق اللي هي كونسيستنسي، التساق يعني الحاجتين مش ماشيين مع بعضهم، ودي بتبقى او بنسميها حاجه اسمها كوجنيتيف ديسونانس. كوجنيتيف ديسونانس هي عدم التساق ما بين السلوك والاتجاه بصرف ببساطه شديده. والمثال بتاع السجاير ده هو خير مثال، تلاقي الاعلام منع اعلانات السجاير في التلفزيون، حط على علب السجاير ناس بتموت، معلومات ليل ونهار عن دكاتره بتتكلم عن اضرار السجاير، وما انت يعني انت كمدخن من كل ناحيه معلومات عن السجاير سلبيه وانت مقتنع بيها لكن انت بتشرب سجاير. كويس، لكن الخبر الكويس ان بصفه عامه في البيزنس وفي المانجمنت ان الانسان اللي هو اتجاهه بيبقى متسق مع سلوكه، عشان كده احنا بنلعب على اتجاه كوجنيتيف بارت، ده احنا بنلعب عليه عشان ناخد منك السلوك كويس. السلوك اللي احنا قلنا عليه الهدف السامي بتاع الاو بي هو البرفورمانس الاداء، فاحنا بنلعب على الكوجنيتيف بارت وعلى الافكتيف بارت عشان ناخد منك بيهيفير كويس وهو الاداء الايه الكويس. طيب ماشي نعدي ده، اوكي مش مشكله. But the more frequently expressed is an attitude is the better predictor is it. كل ما يكون ال attitude بتاعك frequently expressed يعني بنسميها ايه بتعبر عنه، ايوه the better predictor is it، ده بيبقى better predictor يعني ده انت بتعلن كل شويه اتجاهاتك ورايك حوالين موضوعات مختلفه وهكذا. فكل ما يكون انت بتعلن كده كل ما احنا بنعرف، عشان قلت لكم من شويه احنا بنعرف الكلام ده من السلوك، فهنعرف حتى لو انت ما قلتلناش. يعني انت انا باجي انا بقى كمدير في شركه مش دكتور بقى في الجامعه، لا انا مدير في شركه، فبعرف الاتيتيود بتاع الموظفين بتوعي من خلال البيهيفير بتاعهم، اقدر اعرف
هما لما الموظفين مثلا يغيبوا او يجوا متاخر اقدر اعرف بالظبط ان هما مش راضيين عن الشركه، في حاجه مش راضيين عن مرتبات، مش راضيين عني كمدير، مش راضيين عن الترقيات، في حاجه غلط لازم اخد بالي منها. عشان الشركات دايما بتعمل حاجه اسمها ازاي الدول، يعني بتعمل مقاييس للايه للساتسفاكشن للرضا الوظيفي. كل سنه كانت الشركه تروح عامله موزع سيرفي استبيان تسال فيه مثلا 20 سؤال بصفه عامه عن كل حاجه، عن راي الموظفين في المديرين، عن راي الموظفين في الكانتين، حتى عن راي الموظفين في النظافه، راي الموظفين في المرتبات، في الترقيات، في ان الشركه فير، كل حاجه متخيله 20 30 سؤال. وفي الاخر خالص طلع الافرج بتاعهم ويقول هم قد ايه برسنتج اوف الموظفين. يطلع التقرير بتاعه بقى للسي او، والسي او يبص يلاقي مثلا 80% من الموظفين مبسوطين. يا يعني نهار ابيض، انا عندي 20% مش مبسوطين، دي مشكله كبيره لازم طبعا ايه اعالج المشكله دي، وهكذا. ده دور المدير. ماريوت، فندق ماريوت، مهتم جدا بموضوع البيهيفيرال اتيتيودز، بريدكتنج بيهيفير فروم اتيتيودز، فبيحاول بقدر الامكان ان هو يشتغل هو بريدكت البيهيفير من اتيتيود. زي ما قلنا هو بريدكت يعني بيحصل على السلوك من خلال الاتجاهات. احنا قلنا الاتجاهات اللي هي اول عنصرين الكوجنيتيف والافكتيف. فماريوت مهتمه جدا ان هي يبقى الناس الموظفين بتوعها اتجاهاتهم اللي هي الكوجنيتيف بارت والافكتيف بارت اتجاهات ايجابيه، عشان يبقى سلوكهم ناحيه الكاستمر بتاعهم او ناحيه الجاست، احنا بقى بنقول الجاست في الفنادق مش كاستمر، بيبقى اتجاهات ايجابيه. عندنا مجموعه من الجوب اتيتيودز، مجموعه كبيره حقيقه من الجوب اتيتيودز كويس. لو اول واحد فيه الجوب ساتسفاكشن، الجوب ساتسفاكشن التعريف بتاعه a positive feeling about the job resulting from an evaluation of its characteristics، هو شعور ايجابي تجاه الوظيفه بتاعتك عن طريق ان انت التقييم بتاعك او تقييم الخصائص المختلفه التي يتكون منها هذه الوظيفه. طبعا زي ما بقول لكم من شويه وبعيد تاني، لما تبقى انت راضي عن الوظيفه بتاعتك فبتفعل اكتر ما يتخيله اي انسان. عشان ترضي نفسك في الاول وترضي القائمين على العمل والبرفورمانس بتاعك، بتموت نفسك في الشغل. عشان في الاخر خالص انت بتحب الشركه دي، انت بتحب الدوله دي. مش كده كنت بقول لكم في مقاييس للسعاده للدول، فبنبص اكثر الشعوب سعاده تلاقي مثلا دوله زي فنلندا الشعب مبسوط وسعيد عشان الدوله تسعده. تلاقي مثلا موظفين مثلا في شركات مختلفه، تلاقي شركه كذا موظفين فيها مثلا زي ابل مثلا، تلاقي موظفين فيها سعداء، هتلاقي ادائهم جامد جدا وشايفين ما شاء الله يعني ابل ثمنها كام في البورصه وقد ايه مليارات ثمنها دولارات طبعا، فقد ايه وهكذا. ده الجوب ساتسفاكشن. حاجه اسمها جوب انفولفمنت، وده برضو حاجه ثانيه من الاتجاهات في الجوب اتيتيود. يعني جوب انفولفمنت ديجري اوف سايكولوجيكال ايدنتيفيكيشن، الايدنتيفيكيشن يعني تو ايدنتيفاي توأمه، ممكن نسميها التوأمه، التوأمه النفسيه، درجه التوأمه النفسيه with the job will proceed performance important to serve both، هو درجه التوأمه النفسيه للوظيفه حيث يكون الاداء بتاعك مهم بالنسبه لك انت. يعني شوف انت you are very involved، يعني ايه involved؟ انت الوظيفه بتاعتك دي واخده شغلك الشاغل، واخده كتير قوي من وقتك. في ناس كده هوت، في ناس كده هوت، في ناس بنسميهم workaholic. workaholic يعني مدمن شغل، بالنسبه له الشركه خلته كل حياته الشغل، من كتر ما بيحب الشركه وبيحب الموظفين وبيحب المديرين حياته كلها الشغل. he's very involved at work، يعني بيحب يجي بدري الساعه 7 الصبح ويمشي الساعه 10 بالليل، مش فارق معاه اي حاجه، الشغل اهم من بيته ومن ولاده، فهو he's very involved. طبعا ده بياخد منه performance عالي جدا. طبعا كل الشركات عايزه الموظفين يبقى عندهم الاتيتيود ده اللي هو job involvement. ايه تاني عندنا اتيتيود تاني؟ psychological empowerment. psychological empowerment يعني ايه؟ يعني employees believes in the degree to which they influence their work environment
the competence, the meaningful of the job, and they perceive the autonomy. الموظف نفسه يشعر ان هو مهم للوظيفه اللي بيشتغل فيها, ان هو مهم في الشركه, ان هو بيؤثر في البيئه العمل, ان هو ذا قيمه وذا معنى للوظيفه, ان هو بيشتغل, ان الشركه مديله استقلاليه في اتخاذ القرارات مثلا. فده بيسميه psychological empowerment. psychological empowerment يعني التمكين النفسي, هو بينه وبين نفسه يشعر ان هو ان الشركه مدياله empower him يعني مدياله تمكين, يعني انت الانسان هو يستطيع ان يفعل الاشياء التي يريد ان يفعلها باريحيه شديده. ده التمكين. فالشركه مدياك نفسيا اللي انت بتشعر نفسيا بالتمكين, انت عندك الامكانيه ان تفعل ما تريد في الشركه, ما عندكش قيود, عندك استقلاليه. ايه تاني يا جماعه من الجوب اتيتيودز برضو مهمه جدا عندنا؟ الاورجنايزيشنال كوميتمنت. الاورجنايزيشنال كوميتمنت يعني ان انت انتمائك للمكان, زي كده مثلا في فريق الكوره, في فريق كوره تلاقي مثلا لعيب يقول لك ايه, جاله عرض تاني, نادي تاني عايزه عشان هو ابتدى يلعب كويس, لكن بالرغم ان النادي عايزه فهو مش قادر يفرط في النادي بتاعه, يقول لك لا النادي ده هو اللي خير عليا, فانا ام كوميتد تو ستاي ان ذيس كلوب, انا ملتزم ان انا اقعد في هذا النادي رغما من العروض اللي هي فيها فلوس اكتر والمغريه, لكن انا ما اقدرش اسيب المكان بتاعي. فالتعريف بتاعه بالانجليزي identifying with a particular organization and its goals while wishing to maintain membership in the organization. يعني Defining with a particular organization and its goals, يعني أنت بتبقى برضو متوحد مع شركة ما ومع أهداف هذه الشركة, وعايز أنت دائما تحافظ على العلاقة بينك وبين الشركة أو عضويتك للشركة دي. عندنا الكوميتمنت دي أو هذا الجوب اتيتيود عندنا منه ثلاث أنواع, حاجة اسمها effective commitment, حاجة اسمها continuous commitment, حاجة اسمها normative commitment. يعني effective بقى commitment, emotional attachment to organization, أنت بتنتمي لهذه الشركة emotionally, فده effective commitment. فبالتالي أنت زي مثال مثلا أنا مثلا جالي وظيفة في شركة تانية, لا أنا يعني شعوريا أنا بحب الشركة بتاعتي مش عايز أسيبها, حتى لو الشركة التانية دي كان الوظيفة بتاعتها أعلى والمرتب أعلى, لا أنا بحب الوظيفة. أنا مثلا لو سألتوني أنا بقالي 30 سنة بشتغل واشتغلت في كوربريت كومبانيز يعني, واشتغلت أستاذ جامعة, اشتغلت الاثنين, لو سألتني مثلا إيه أكتر حاجة بتخليك مبسوط وراضي, مش هقول لك ولا مرتب ولا هقول لك ترقية, هقول لك حاجة تانية خالص, حاجات إيموشنال, أنا متعلق بالشركة بتاعتي إيموشنال. فبالتالي لو جالي أوفر تاني وجالي يعني وأنا بشتغل أوفر تاني في مكان تاني, لا يا عم أنا مش هسيب الشركة اللي أنا بحبها ومستريح وبحبها ومستريح فيها, أنا إيش ضمني المكان التاني ده, حتى لو ممكن يكون باخد فلوس أكتر فيه وممكن يكون داخل على ترقية, لكن ما استريحش, خليني في الآخر أشتغل. أنا بقعد, خدوا بالكم من حاجة, إن أنت بتقعد من 8 إلى 10 ساعات كل يوم في الوظيفة بتاعتك, وبتقعد في البيت 6 ساعات 7 ساعات وبتنام الباقي, يعني أنت حياتك أكتر من نص حياتك أنت في الشغل, بالتالي لازم تكون مبسوط وراضي, يا إما هيجي لك مرض نفسي في الآخر لو أنت مش مبسوط. يبقى الإفكتيف كوميتمنت إيموشنال أتاتشمنت تو أورجنايزيشن, يعني أنت التعلق الشعوري بالشركة أو المنظمة. Continuous commitment, economic value of staying, يعني إيه, يعني أنا قاعد في المكان ده بس عشان بديني فلوس كويسة, والفلوس اللي أنا بخدها دي مش هلاقيها في مكان تاني, فده العلاقة بيني وبينه دي علاقة هشة. طبعا لو لقيت مكان تاني بفلوس أكتر أنا committed, أنا في الأخير committed, I'm committed, أنا قاعد, بس قاعد ليه؟ قاعد عشان بحب الشركة؟ لا, قاعد عشان الشركة دي بديني فلوس ومش هتلاقيها في شركة تانية. زي كده لعبت الكورة تلاقيه قاعد مثلا في ريال مدريد, هل هو بيحب ريال مدريد؟ لا, ممكن ما يكونش بيحب النادي ومش مبسوط من الجمهور وبتاع, بس هو قاعد ليه؟ عشان مرتبه الأسبوعي ومرتبه الشهري ما حدش نادي تاني على مستوى العالم هيدهوله, فبالتالي هو قاعد. ده بنسميه economic value of staying, الجزء الاقتصادي بقى أو القيمة الاقتصادية من المكوث في المكان. والنوع الثالث بنسميه normative commitment, moral or ethical obligations. ethical obligations يعني ethical يعني
يعني أخلاقية، وobligations يعني to be obliged يعني مضطر، فاضطرارات أخلاقية أو معنوية. زي مثال مثلا إيه، أنا مثلا تخرجت من الجامعة وكان لسه مستواي على قدي، ما كنتش مؤهل قوي، الكمبيوتر سكيلز بتاعتي كانت ضعيفة، الانجليش سكيلز او اللانجويج سكيلز كانت ضعيفة وهكذا. فقدمت في وظائف كتير قوي ما حدش قبلني عشان الحاجات دي، قالوا لي انت لازم تطور من نفسك. كانت في شركة قبلتني وقالت لي هناخدك ونشتغل معاك ونشتغل عليك ونطورك، ولات ما تبقى انت كويس. الشركة دي خدتني وخلت الانجليش بتاعي كويس قوي، ادتني كورسات وخلت الكمبيوتر سكيلز بتاعتي عالية وعلمتني كويس جدا. فلما جالي وظيفه تانية بيني وبين نفسي، لا ما اقدرش، الشركه دي ليها فضل عليا. ده اللي بنسميها الاثيكال اوبليجيشنز بقى، ليها فضل عليا، وقفت جنبي وانا ضعيف وانا لسه في بدايه مشوار حياتي، وقفت جنبي وما سبتنيش، فانا مش هسيبها بالرغم ان انا عندي يعني عندي فرص تانية افضل، لكن انا مش هسيب الشركه دي. ده اللي انا عايز اوصله. يبقى الكوميتمنت او الاوبليجيشن كوميتمنت هو التزام الفرد تجاه الشركه بتاعته ان هو ما يقدمش استقالته ويمشي. وعندنا ثلاث انواع، عندنا الافكتيف هو الايموشنال التعلق الشعوري، كونتينوس كوميتمنت التعلق الاقتصادي، ثم النورماتيف كوميتمنت التعلق اللي هو الاخلاقي للشركه اللي انا بشتغل فيها. طيب كويس يا في عندنا حاجه اسمها perceived organizational support، ده برضو job attitude. يعني ايه؟ يعني تحس ان الشركه بتاعتك دي في ازماتك وقفت جنبك. يعني انت كنت مثلا عيان، قعدت شهر في البيت عيان، الشركه صرفت عليك في عياك واستحملتك، وان انت ما بتغيب وخلت حد يحل محلك. لا، ما خلتش حد يحل محلك، واحد من زمايلك بقى اللي كان بيحل محلك، ما جابتش حد تاني من بره واستحملت، وقفت جنبك في مشاكلك وفي عياك. ده بنسميه perceived organizational support. support يعني دعم، organizational support يعني دعم الشركة. فده job attitude. The degree to which employees believe the organization values their contribution and cares about their well-being. يعني النسبة ان الموظفين بيعتقدوا ان الشركة بتقدر عملهم والcontribution بتاعهم، وكمان it cares، كمان هي بتكير يعني بتهتم about their well-being، بحياتهم بصفة عامة والwell-being بتاعهم. Hire when rewards are fair, employees are involved in decision-making and supervisors are seen as supportive. كل ما يكون الموظفين يشعروا من الشركة بتقف معهم، بالتالي بيروا ان المديرين وهم الموظفين اللي وقفوا معهم ان هم very supportive وهكذا. Employee engagement برضو job attitude. عندنا job attitude كتير قوي. Employee engagement the degree of involvement with, satisfaction with and enthusiasm for the job. يعني employee engagement قريبة قوي من involvement. Engagement تبقى انت engaged، تبقى انت involved، زي involvement بالضبط، مفيش فرق بينهم كتير. تبقى انت زي ما بقول لكم الشغل ده حياتك، هي كده هو الكلمة المظبوطة، عملي هو حياتي، ما اقدرش استغنى عنه، ما اقدرش اسيب المكان اللي بشتغل فيه ده، ما اقدرش اسيبه، ما اقدرش استغنى عنه. ده بيديني سبب للحياة، بيديني معنى للحياة، بيديني ساتسفاكشن، بيديني رضا. كل ما بروح اشتغل بشعر بالرضا، بشعر بالفرح، بشعر بالسعادة، بيخلي صحتي كويسة. انا مش بتكلم على مرتب ولا بتكلم على تايتل، انا بتكلم على مكان انا بحبه ما اقدرش اسيبه، انا هقعد فيه لغاية ما اطلع المعاش عند سن 60. شفت ناس في مصر طلعوا حياتهم في شركة وهو عنده 21 سنة وقعد 39 سنة في نفس المكان، ما سابوش وما ترقاش فيه كتير، لكن ما سابوش، طلع على المعاش في شركة واحدة بس. طبعا ده مش حاجة بشوف حاجة كويسة الحاجة وحشة. طبعا الناس بتوع الـ HR يقولوا لنا ان انت مفروض تقعدش اكتر من 5 سنين في مكان، لازم تغير من شركة لشركة عشان تتقدم ولازم تترقى وبتاع. ده كلام طبعا دي آراء ناس، لكن في ناس بتقعد طول عمرها في نفس المكان ولما يطلعوا على المعاش بيعيوا. يعني اول ما يطلع على المعاش يجيله امراض. ليه؟ عشان هو افتقد حبيبته شركته اللي كان بيشتغل فيها، دي كان انفولف وكي كان انجيجد. شركه فيليبس بتحاول بكل امكان تخلي البيبل بتاعها بتاعهم بكل الامكان هم انجيجد. الشركه ما يقعدوا زي ما قلت لكم بقى، هو انجيجد، هو انفولف، هو كوميتد،
هو عنده ساتسفاكشن عالي قوي، هو عنده شعور بالمواطنه، فبالتالي الهدف السنوي بتاعنا والبرفورمانس بتاعه هو عالي جدا. واخر واهم الجوب اتيتيودز هو جوب ساتسفاكشن. جوب ساتسفاكشن is one of the primary job attitudes measured broad term involving complex individual submission of a number of discrete job elements. طيب هي job satisfaction مهم ليه؟ زي ما بقول لكم أكتر حاجة بتؤثر في سلوك الفرد تجاه الشركة بتاعته أو تجاه الدولة حتى كمان هو satisfaction، الرضا. طب أنت راضي، أنت بينك وبين نفسك كده راضي، راضي عن نفسك في الأول، عن أدائك، وراضي عن مديرك، وراضي عن الشركة كلها، راضي عن الموظفين زمايلك، انت راضي، تشعر بالرضا، ما شاء الله. طبعا ده حاجه صعبه، مش يعني انت لو يعني مش كتير بيوصلوا لمرحله الرضا. طبعا لما توصل لمرحله الرضا زي ما قلت لكم، اول حاجه بتعملها ان انت بتبقى حريص على المكان بتاعك، تطلع احسن ما عندك، البرفورمانس. فاكرين البرفورمانس؟ هو البرفورمانس ادائك، بيبقى اداء عالي جدا عشان انت تشعر بالرد بالجميل، فعايز ترد الجميل للمكان بتاعك كويس. ده كله cognitive part، وكله عشان هو كده attitude كويس. هو ليه attitude؟ عشان هو cognitive و effective. انت بتحب الشركة عشان الشركة، لكن إلا بقى لو حد جرى في دماغك وقال لك الشركة دي انت تضحك عليك يا معلم، يعني بقى 10 سنين في المكان ده بتاخد 10,000 جنيه، ده زميلك اللي اتعين اول امبارح بياخد 11,000 جنيه بس بقى. يبقى انت دخلت في موضوع تاني بقى خلاص. يبقى attitude بتاعك هينتقل من job satisfaction لجوب dissatisfaction، وعواقبه هنشوفها كمان شوية. فالجوب dissatisfaction بيحصل ايه؟ how to measure it؟ عندنا طريقتين. الطريقة الأولانية بنسأل فيها الناس bluntly أو directly، يعني على طول بصراحة، ايه رأيك، هل انت راضي أو غير راضي عن الوظيفة بتاعتك؟ فتقول لي yes or no. طبعا ده يعني ما يدهش المعلومات الشاملة اللي انت عايز تعرفها. أما الكوشنير التاني أو الاستبيان التاني بيبتدي يسألك مجموعة من الأسئلة ويأخذ الأبرج بتاعها، يعني يسألك عن رأيك في الشركة إيه، في المديرين، في الموظفين، في مرتبك، في ساعات العمل، في البريكس، في الفاسيلتيز الموجودة جوه المكان، الكمبيوترز، مش عارف إيه، الترقي، الديفلوبمنت بتاعك. يسألك مثلا 20-25 سؤال. حتى في طبعا مقاييس مختلفة للعلماء طلعوها لنا بالنسبه للجوب ساتسفاكشن، مش مجالنا ان احنا نتكلم فيها، بس اللي عايز اعرفكم ان مقاييس كبيره بتغطي كل الدايمنشنز، يعني الجوب ساتسفاكشن ليها ابعاد مختلفه، بتغطي كل الابعاد زي اللي انا اديت لكم امثله منها من شويه. Are people satisfied in the jobs? Results all depend on how satisfaction is measured. ازاي بقى؟ Pay and promotion are the most problematic elements. دايما البي والبروموشن بتبقى في، يعني يا جماعه اسالوا نفسكم كرهوت، هل الفلوس والبروموشن والترقيه هي اللي بتخليك ساتسفايد، ولا في حاجه ثانيه؟ ااكد لكم ان مش ده اللي بيخليك انت ساتسفايد في الشغل، في حاجه ثانيه. ممكن يكون المدير بتاعك، ممكن يكون الديفلوبمنت اللي بيتعمل لك، ممكن يكون زمايلك، ممكن يكون حاجات ثانيه مالهاش دعوه بالبي ولا البروموشن، مالهاش دعوه بالمرتب ولا دعوه بالترقيات. ممكن تكون انت بتاخد مرتب كويس عايز تسيب المكان ده برضو. تمام. الدايجرام ده بيورينا، ومعمول هو قديم شوية، هو 2009، بس مدينا indication يعني لل levels of motivation at work by Arab world's countries. نبص كده نلاقي مثلا ان دولة زي تونس الناس فيها very motivated، الناس فيها الموظفين مبسوطين وعندهم ممكن نقول ان هم موتيفيتد، عندهم دفاعيه ومبسوطين جدا. تونس. بلد زي ايه تاني؟ زي مثلا لبنان، عندهم نفس الشعور. عمان عندهم بلد قليل فيها الموتيفيشن، الموظفين مش عندهمش دفاعيه قويه زي جوردن مثلا. طبعا انا ما اعرفش الاسباب دي، عايزه دراسه ثانيه، بس ده بس نتيجه احصائيه بقى. بس انا بعرض عليكم مثلا دوله زي مثلا المغرب، دولة زي السعودية، برغم ان السعودية المفروض يعني الناس بيبقى موتيفيت، بس يمكن عشان فيها جنسيات مختلفة فالناس بتحس بالغربة شوية، فالموظفين مش موتيفيت. انا ما اعرفش طبعا الاسباب ايه، بس انا بوريكم الدايجرام ده بيقول ايه. طبعا مهم جدا ان الدول الشعب
في اي دوله يكون عنده موتيفيشن عالي. ليه؟ تاني نفس الموضوع، لما انت بتبقى عندك موتيفيشن عالي معناها ان انت عندك ايجابيه ناحيه الدوله، معناها البرفورمانس بتاعك الدوله بتكبر بالمواطنين بتوعها، يعني الناتج القومي بيزيد وبيقل حسب اداء الموظفين، حسب اداء العمال. فانت لما تبقى راضي عن دولتك، راضي عن سياسات الدوله، راضي عن كل حاجه في الدوله، بالتالي الاداء بتاعك بيبقى اداء كويس جدا، بتحافظ على الدوله، بتحافظ على الفاسيلتيز بتاعت الدوله، وهكذا. نفس الموضوع للشركات، لما تبقى انت راضي عن الشركه والموتيفيشن بتاعك عالي، تبقى انت بتعمل بيرفورمانس افضل. ايه تاني الدياجرام التاني؟ average job satisfaction levels by variable in the world in the Arab world برضو 2009. نلاقي، بص، نلاقي اكتر حاجه بتخلي الموظفين سعداء وراضيين جوه الشركه حاجه اسمها interpersonal relations with coworkers، يعني علاقتك جوه المكان بالموظفين زمايلك، دي اكتر حاجه تخليك سعيد وراضي. كل ما تكون العلاقه علاقه وطيده كل ما تبقى انت سعيد. ما جبناش بقى سيره الفلوس خالص. الدراسه بتقول في العرب، في الارب كونتريز، اكتر حاجه بتخلي الموظفين سعداء وراضيين هو العلاقه بينهم وما بين الموظفين زمايلهم. ايه تاني؟ حاجه اسمها variety of job، الوظيفه تبقى متعدده الجوانب، ما تبقاش فيها رتابه، ده برضو بيديك انت تبقى سعيد. حاجه اسمها recognition و appreciation. recognition يعني الناس to value يعني your effort، يعني الناس تثمن على مجهوداتك. ال appreciation recognition ممكن يجي لك بكارت لطيف قوي نشكرك على ادائك، او بايميل من المدير بتاعك يقول لك احنا مبسوطين من ادائك، او او بريز يزود لك مرتبك، ده انديكيشن. او بس طبعا ممكن يكون حسب الفرد، يعني هكلمكم على الموتيفيشن في الشابتر يمكن بعد اللي جاي، عشان زي ما احنا نعرف ان الموتيفيشن بيختلف من فرد لفرد. انا ممكن الموتيفيشن بتاعي فلوس ويعمل لي موتيفيشن عالي، واحد تاني بكلمه كويسه طيبه تعمل لي موتيفيشن عالي اهم من الفلوس. تاني دولة الجوب سيكيورتي، جوب سيكيورتي مهم جدا، الامان الوظيفي. الامان الوظيفي يؤثر على الموتيفيشن. يعني ايه الامان الوظيفي؟ يعني تبقى انت العقود عقد بتاعك بعد مفتوح، مش تاني يوم يقول لك مع السلامه. ان السيستم مثلا دلوقتي الحالي في مصر في الدوله اللي انا بنتمي ليها، ان العقود تبقى عقود سنويه تجدد كل سنه، فكل سنه بقى مثلا انت قاعد بتجدد في شهر 9، تبقى انت قاعد حيد ايدك على خدك مش عارف هيجددوا لك العقد ولا لا، ممكن يقول لك مع السلامه. مع السلامه دي انت عندك اسره وعندك اولاد وعندك مصاريف مدارس ومصاريف بيت، في منتهى الخطوره. فكل ما انت يبقى انت تشعر بالامان الوظيفي، كل ما الليفل بتاع الموتيفيشن بتاعك والساتسفاكشن يعلى. طبعا طبيعي جدا. شوف الكومبنسيشن اند بنفيتس، الكومبنسيشن بنفيتس هي المقصود بها المرتبات، جايه في مرحله متاخره شويه في هي وطبيعه الوظيفه الورك اتسلف، جايين اقل درجتين. لكن بقيه الحاجات مثلا يعني البيرسونال بروفيشنال جروث جايه برضو لحد ما عاليه وهكذا. طيب ايه تاني عندنا؟ الكوز بقى اوف ديساتسفاكشن، ايه الحاجات اللي بتخليك انت مش راضي؟ انت اسال نفسك، انت موظف اكيد، او يمكن انت طالب لسه ما بقتش موظف. انا مش عارف الكورس ده للدراسه العليا ولا الاندر جرادويت، نفترض انت لسه طالب، فانت بتتخيل لو انه نفترض انت موظف، فانت عارف ايه الحاجات اللي هي ما بتخليكش سعيد، ما بتخليكش راضي عن الوظيفه. عشان كده دايما بنقول ان pay influences job satisfaction only to a point، ان الـ الفلوس تؤثر على الرضا الوظيفي، لكن يعني الى حد ما. يعني دي المعلومه اللي عايزكم تطلعوا بيها النهارده، ان الفلوس مش كل حاجه. من واحد بقاله 30 سنه بيشتغل او 32 سنه بيشتغل، اقدر اقول لك ان الفلوس دي اخر حاجه ممكن افكر فيها، في حاجات اهم كتير قوي من الفلوس. بس حد مثلا من الطلبه يجي يقول لي يا دكتور انا فهمت محاضرتك وحضرتك دكتور كويس، دي بالنسبه لي بالدنيا كلها اهم من انت تقول لي هزود لك، بدل ما تاخد 1000 جنيه هديك 2000 جنيه، مش عايز، او 2000 ريال، انا مش عايز الزياده دي، انا عايز الرضا بتاع الطلبه وهكذا. طبعا عندنا بعض الناس اللي هم نيجاتيف بيبل، اللي هم لوحدهم نيجاتيف، يعني في ناس ايجابيين وناس سلبيين بطبيعتهم. فالناس السلبيين دول طبعا تتغنى بان انت تشغلهم جوه المكان عشان ما ينشروش الطاقه السلبيه جوه المكان. لكن لو انت عندك ناس سلبيين بصفه عامه بيبقوا ناس غير راضيه على الاداء، دايما بيشتكوا،
اللي هم الترابل ميكرز او الكومبلينرز، اللي هم ما فيش حاجه عاجباهم على طول بيشتكوا، ما لو اشتغلوا في احسن شركه في الدنيا برضو بيشتكوا، طبيعتهم ان هم بيشتكوا. فدول طبيعتهم ان هم unsatisfied، فبالتالي ما تسمع لهمش عشان دول مش هيوصلوك لاي حاجه. الدياجرام ده بيقول لنا الريليشن شيب بتوين كومبنسيشن اند جوب ساتسفاكشن، العلاقه ما بين المرتب والرضا الوظيفي. بيقول لنا ان فيري ساتسفايد النسبه قليله 11% ولا حاجه ولا 12%، ساتسفايد 32% تقريبا، دي ساتسفايد نسبه كبيره جدا مفيش علاقه بدون من مفيش علاقه، فيري دي ساتسفايد كانت سي، شايفين ان العلاقه ما بين الفلوس الجانب المادي والساتسفاكشن عامل ازاي، شايفين الديسساتسفايد والفيري ديسساتسفايد وكان سي قد ايه. نسبه كبيره جدا الناس بيقولوا ان مفيش علاقه ما بين الاثنين وان العلاقه سلبيه. السلايد اللي جاي مهم جدا بقى، اللي احنا اتكلمنا على الاتيتيود وقلنا ان هو الجانب المعرفي كوجنيتيف بارت، والجانب الشعوري الافكتيف، وقلنا البيهيفير هو الجانب اللي احنا الوحيد المرئي من الـ من الـ من الاتجاه، وده اللي احنا بنقدر نحكم عليه بقى ان اتجاه الشخص ده ايجابي ولا سلبي تجاه الموضوع او الشخص اللي هو اللي احنا محل الدراسه. الامبلويز بيعملوا ايه بقى في لما يكونوا ديساتيسفايد؟ بيعملوا اربع حاجات الحقيقه للاسف، يعني هو مش للاسف دي حقيقه هنقولها واكيد انتوا هتعرفوها معايا. بيعملوا اول حاجه، بيعملوا حاجه اسمها اكزيت بيهيفير دايركتد توورد ليفينج ذا اورجانيزيشن، بيقدموا استقالته، وده بيبقى active وdestructive. active عشان انت بتقوم بواجب، بتعمل حاجه ما بتبقاش قاعد مكتوب في الايدي، وdestructive زي ما قلت لكم انه ده بيأثر على الشركه تأثير بالغ، عشان انت الواحد الانسان الفرد او الموظف اللي انت استثمرت فيه لمده مثلا 10 سنين وطورته واديت له كورسات وهو اللي شيل لك الشغل، مره واحده بيمشي، فبالتالي الشركه بتتأثر، ما يعني تأثير كبير جدا. تجيب واحد جديد عبال ما تعينه تقعد شهرين، وعبال ما يفهم الشغل يقعد 3 اشهر، يقعد 5 اشهر، وعبال ما مستواه يبقى قريب لمستوى الشخص الثاني بعد سنتين، ده مستوى قريب. فده الاكتيف والديستركتيف، وزي ما بقول لكم دايما ان الشاطر هو اللي بيمشي عشان بيلاقي وظيفه ثانيه، وبيضل لك الخايبين اللي هم مش مبسوطين بس هم خايبين فقاعدين عشان مش لاقي مكان ثاني. الشركات بتتطور وبتكبر بالموظفين الشاطرين، والشركات بتفشل بالموظفين الفاشلين. فتخيل انت بيحصل لك ايه؟ ان انت بيفضل عندك زي كده، بيكون عندك مصفى وتحط فيها شاي، يتفضل لك التفل، التفل ده اللي بيتفضل لك في تفل الشاي اللي هو الشاي نفسه يعني، والميه بتمشي من الاخرام. فبالتالي ده اللي بيحصل. في عندك واحد تاني اكتيف وكونستراكتيف، بيعمل ايه؟ هو ما بيمشيش وهو بس اكتيف وكونستراكتيف، بيفويس ات اوت، بيقول للناس، هو بيحب الشركه دي فبيقول للمدير بتاعه، بيقول له انا عايز اقعد معاك، انا في مشاكل انا شايفها في الشركه ولازم اطور المشاكل دي عشان مأثر على اداء الموظفين. فبيبقى اكتيف وكونستراكتيف الاثنين مع بعض. هو اكتيف عشان بياخد ما بيبقاش قاعد مكتوف الايدي وبناء، غير الثاني الديستركتيف اللي بياخد بعضه ويمشي. النوع الثالث بنسميه لويالتي، بيبقى كونستراكتيف بس باسيف، ما بياخدش اي خطوات، بيبقى قاعد في المكان وهو قاعد بيحاول بقدر الامكان هو يصلح، هو لويال للمكان ده ما بيسيبوش، يعني برغم ان هو شايف ان المكان بيقع والمكان البرفورمانس بتاعه بقى سيء جدا، لكن هو عنده لويالتي عاليه للمكان، فهو كونستراكتيف. لكن في نفس الوقت باسيف، انا عشان ما بعملش حاجه، هو قاعد وخلاص بيشتغل، هو بينه وبين نفسه بيحاول يحسن وبيحاول يحسن اللي حواليه، بس هو فيري باسيف، ما عملش اي خطوه، ما راحش يتكلم مع حد ولا قدم استقالته ولا سافر مكان تاني ولا حاجه. ده النوع التالت. والنوع الرابع بقى هو اوحشهم للاسف، ديستركتيف وباسيف. ديستركتيفلي يعني هو allowing conditions to worsen، هو بيقول لك يا عم يلا ان شاء الله تخرب، انا قاعد فيها لغايه لما اجيب ظروفها ولا فرق معايا حاجه. فهو ديستركتيف، ما بيعملش اي، ما بياخد، هو باسيف ديستركتيف، ما بياخدش اي، يعني بيقعد مكتوف الايدي ما بياخدش اي خطوه، وباسيف ما بيعملش اي حاجه كونستركتيف، ما بيشتغلش. فهم دول الاربع حاجات اللي هي بتبقى موجوده ريسبونس للديساتسفاكشن. طبعا الاربعه في منتهى الخطوره، كلهم حاجات سلبيه. فقد ايه لازم ناخد بالنا ان الموظف لما بيبقى ديساتسفايد، يا اما قدم استقالته ويمشي، يا اما ده
لو يعني لو يعني لو اكتف يعني واكتف ديستراكتيف، يا اما لو كويس قوي بيقعد ما بيمشيش بس فويس ات اوت، بيحاول يقول للناس ان في مشاكل عندهم، يا اما بيبقى كونستراكتيف باسيف بيبقى لويال للمكان ما بيمشيش لكن ما بيعملش اي حاجه، بيشتغل بس كويس وخلاص بيحافظ على مستواه الشركه لكن ما بياخدش اي خطوه، سواء ان هو يسيب المكان او هو لويال للمكان فما بيسيبوش، او يتكلم مع اصحاب العمل او اصحاب المال او المديرين اللي فوقيه، واخر حاجه خالص ان هو بيبقى سيبها زي ما تبوظ بقى، ما هو ملوش دعوه ولا بيشتغل، بيبقى ديستركتيف وباسيف. باسيف ليه؟ عشان ما بيعملش اي حاجه، وديستركتيف ولا بيروح مكان ولا بيعمل اي حاجه. فده الاربع حاجات الفور ريسبونسز للديساتسفاكشن، وده وريكم قد ايه بقى الموضوع بيبقى خطر قوي. احنا قربنا نخلص. outcomes of job satisfaction، هنعتبر ان job satisfaction ده هو يعني independent variable يعني متغير مستقل وبيأثر على الحياة. أول حاجة لما يكون الموظفين سعداء يحصل إيه؟ performance بتاعهم يعلى على طول، هو المؤشر دوت. كل ما تبقى سعيد دي دراسات يعني قتلت بحثاً إن في علاقة إيجابية ذات يعني دل إحصائياً إن هناك علاقة بين الجوب ساتسفاكشن الرضا الوظيفي والبرفورمانس بتاع الموظفين. كلما زاد الرضا الوظيفي كلما زاد الأداء، والعكس صحيح. يبقى ده أول حاجة. إيه تاني عندنا الـ outcome of job satisfaction والorganizational citizenship behaviors اللي هو اللي قلت لكم قبل كده، الشعور بالمواطنة. كلما زاد الرضا الوظيفي كلما زاد الشعور بالمواطنة. طبعا قمة الأداء لما تشعر إن الشركة بتاعتك دي وطنك الثاني، هذا هو قمة الأداء. customer satisfaction طبعا outcome of satisfaction of job satisfaction، happy employees equals happy customer. كلما زاد نسبة رضائك الوظيفي كلما زاد رضاء العميل عن الشركة وعنك. ايه تاني؟ الابسنتيزم الغياب، احنا اتكلمنا فيه قبل كده، كلما زاد دي بقى علاقة سلبية يعني نيجاتيف. كلما زاد الجوب ساتسفاكشن كلما قل الغياب، كلما يزيد الساتسفاكشن كل الموظف بيبقى عيان وبيموت وبتاع مش عايز يسيب الشركه، عايز يروح، هو بيجد نفسه هو المكان ده وبيجد يعني هو بي 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 بيحس ان هو مش عيان لما يسيب السير بتاعه ويروح المكان ده شغله. في ناس كده اهوت اوفر. المثل اللي فات ده كان الصوره دي كان نيسان، شركة سوني ونيسان موتورز، قد ايه هم مهتمين بالجوب ساتسفاكشن وشايفين ان ده مهم جدا، وهو لو بيأثر على ادائهم ان هم حريصين ان الموظفين يبقوا سعداء زي ما البنت المهندسه او العامله بتضحك، فهم حريصين ان الموظفين كلهم يبقوا مبسوطين اثناء اعمالهم عشان عارفين ده بيأثر على البرفورمانس، على الابسنتيزم، على التيرن اوفر، على السيتيزن بيهيفير وعن كل حاجه. اللي هو التيرن اوفر علاقه برضو سلبيه، كلما نيجاتيف ريليشن شيب كلما زاد الرضا كلما قل عدد الموظفين الذين يريدون ان يتركوا العمل ويذهبون الى مكان اخر، كويس، وهكذا. طيب ورك بليس ديفيانس، ذيس ساتسفايد وركرز ار مور لايكلي تو يونيونايز ويوز سبستنس تيل بي تاردي اند ويثدرو، اللي هو السلوك السيء كلما زاد زاد الرضا الوظيفي كلما قل، دي برضو علاقه سلبيه، كلما قل السلوكيات اللي هي الغير محمودة الغير مطلوبة، كلما زاد الرضا الوظيفي كلما زاد السلوكيات اللي هي المحمودة. وبالرغم من كده هوت، وده سلايد اللي احنا يعني almost بنختم بيه، وفي تو سلايدز بعد كده هوت تاني، بالرغم من كده هوت لكن المديرين ما بيدوش اهتمام للساتسفاكشن للاسف، بالرغم من اهميه الساتسفاكشن دي والرضا الوظيفي بيأثر في كل حاجه هو الشركه واهمهم البرفورمانس، لكن الكثير من المديرين لا يعطي انتباه للساتسفاكشن. وزي كده كثير من القاده رؤساء الدول او المحافظين او ما يدوش او الوزراء ما يدوش اعتبار ان الشعب يكون راضي، مهم قوي ان الشعب يبقى راضي عشان يدي بيرفورمانس كويس،
مهم قوي الموظفين يبقوا راضيين عشان يبقوا بيرفورمانس كويس. في ناس ما بتهتمش، في مديرين مش متعلمين كويس، ما بيفهموش الكلام ده، يقول لك انت بتاخد مرتبك ولازم تشتغل. يا عم ما ينفعش الكلام ده، لازم ابقى انا مبسوط وانا بشتغل عشان اطلع اداء كويس. ما فيش حاجه اسمها كده. انا عندي الموظف بيجي مكنه ياخد 10 جنيه يطلع لي ب 10 جنيه، لكن تقول لي بقى البيئه اللي حواليه والموظفين وعلاقته بالموظفين وبيترقى وبكبره، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا ليا دعوه بالايه؟ خلاص انا مديك 10 جنيه تطلع لي 10 جنيه شغل. Is job satisfaction specific to cultures؟ طبعا يعني ده سؤال محل دراسه ملوش اجابه بالنسبه لي. هل في علاقه ما بين الاداء الوظيفي، الرضا الوظيفي والكالتشرز والثقافات؟ ممكن اقول لك ان في بعض الثقافات بصفه عامه بتبقى راضيه، يعني في بعض الشعوب بصفه عامه خصائصا هم ناس بتبقى راضيين بصفه عامه، فتلاقيهم هم في الشغل برضو بيبقوا راضيين وبيشتغلوا في اي مكان وبقال مرتبات برضو بيبقوا راضيين وبيطلعوا كل ما عندهم. في ناس شعوب تانية بتبقى بصفه عامه طبيعتها ان هم مش راضيين. ف it differs from a culture to a culture. This is the answer. سؤال تاني: Are employees in Western cultures more satisfied with their jobs؟ هل الموظفين اللي هم في الغرب أكثر سعادة، أكثر رضا عن وظيفتهم؟ للأسف هو الإجابة مظبوطة، هو Western workers appear to be more satisfied than those in Eastern cultures. طبعا يعني ليه؟ عشان طبعا الناس في الغرب هم أدركوا إن الموظف مش مكنة، هم أدركوا الكلام ده من زمان من 100 سنة، وان الموظف لازم نرضيه ولازم يبقى راضي ولازم نقيس كل من وقت لوقت الرضا الوظيفي بتاعه عشان اقدر اخد منه ايه احسن بيرفورمانس. ده اخر سلايد، وبيدينا اخر سلايد بيدينا نبذه عن رضا الشعوب. فبنيجي مثلا اكتر شعب راضي الدنمارك، نزلته عاليه جدا، بيليه سويسرا، بعد كده أمريكا، بعد كده النرويج، بعد كده السويد، ألمانيا، بولندا، بولندا، إنجلترا، كندا، إيطاليا، فرنسا، تشيك ريبابليك، روسيا، المجر، جابان. شوفوا جابان في برغم إن هي دولة متقدمة جدا لكن الناس فيها مش راضين. طبعا دي يسأل فيها، أنا ما عنديش دراسة في حاجة زي كده، ودي مش محل دراستنا، بس هتلاقي أول أكتر بلد الشعب بتاعها راضي ومبسوط هو الدنمارك. طبعا ما عندناش احصائيه، نتمنى كان عندنا احصائيه الدول العربيه نشوف اكتر دول الناس راضيين فيها عشان نعرف. دايما المستمر اللي احنا عايزين نعرفه ان as long as you are satisfied even لو انت في country على مستوى الدوله او مستوى الشركه، فاعرف دائما ان البرفورمانس بتاعك هيبقى عالي. عشان كده دايما كنت بقول لكم في بدايه الشابتر قلت لكم وانا بحكي عن الاو بي، قلت ان دايما الاو بي بيهتم بدراسه ليه الفرد البيهيفير بتاعه او اداؤه الوظيفي بيختلف لما ينتقل من شركه لشركه برغم هو نفس الشخص ونفس التعليم بتاعه، او لما ينتقل من بلد لبلد. ليه المصريين مثلا بيسافروا بره ايطاليا ولا انجلترا ولا امريكا، ليه بينبوغوا وما يقدروش ينبوغوا جوه مصر؟ البيئه المحيطه، الكالتشر، ساتسفاكشن. ده خلاص بقى احنا عرفنا الموضوع ده خلاص. اخر سلايد: Summary and managerial implications. Managers should watch employees' attitudes. مهم جدا ان الموظفين يراقبوا الاتيتيودز على الموظفين، المديرين اسف يراقبوا الاتيتيودز اتجاهات الموظفين. لما يلاقوا الاتجاهات السلبيه لازم يتدخلوا، لازم يطلعوا المعلومات السلبيه اللي الموظفين دماغهم مليانه بيها ويحطوا مكانها معلومات ايجابيه عشان الجانب الشعوري يبقى جانب ايجابي وبالتالي البيهيفير بتاعهم يبقى ايجابي. They give warnings of potential problems. They influence behavior. زي ما قلنا ده بيدي warning، يعني بيدي انذار ان في مشاكل ممكن تكون موجوده. Managers should try to increase job satisfaction and generate positive job attitudes. Managers should increase طبعا ده دور الموظف والمدير ان هو increase job satisfaction. يبقى اذا عرفنا النهارده ان المدير مش دوره بس ان هو يدير، ده كمان في دور مهم بالنسبه له ان هو يزود من الساتسفاكشن بتاع الرضا الوظيفي للموظفين اللي بيشتغلوا معاه، فده دور المدير. وده reduces cost by lowering، طبعا ده هيقلل من التكلفه عن طريق ان هو يقلل من التيرن اوفر، الابسنتيزم، التاردنس، ثيفت، اند انكريزنج الشعور بالايه بالمواطنه وهكذا. احنا كده خلصنا الشابتر 2، اتكلمنا فيه عن
الاتيتيودز، وشرحنا يعني الاتيتيودز وقلنا انها بتتكون من ثلاث حاجات: الاطار المعرفي الكوجنيتيف بارت، والاطار الشعوري الافكتيف بارت، والاطار السلوكي اللي هو الوحيد المرئي اللي هو البيهيفيرال بارت. وقلنا ان احنا عشان نقدر احنا يبقى عندنا ايجابيين وسلوكنا كويس لازم ان انا اكون اتجاهي ايجابي ناحيه الشركه، ناحيه البلد، ناحيه الشخص، ناحيه اي حد، لازم اتجاهي ايجابي، وان في علاقه في معظم الاحوال في اتساق ما بين السلوك وما بين الاتجاه. اتكلمنا كمان عن الجوب ساتسفاكشن، وقلنا ان هو الجوب ساتسفاكشن بيليد لكذا حاجه. كل ما يكون الموظف ساتسفايد في الشغل كل ده بيؤدي ان البرفورمانس بتاعه بيبقى عالي، البرودكتيفيتي بتاعته بتبقى عاليه، الشعور بالمواطنه بتاعه بيزيد، الكوميتمنت بتاعه بيزيد، الانفولفمنت بيزيد، التيرن اوفر بيقل، الابسنتيزم بيقل، وهكذا. يعني اشكركم، وان شاء الله نتقابل في الحلقه النقاشيه اللايف قريبا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.